مفتي استراليا وعالم في سيدني، ما فيش مسجد في سيدني. ما تزعقش وما فيش، والازهر طلع بيان. ما تزعقش، قال لك انت مش عالم. ما تزعقش، طب نرد على النقطه دي. الازهر قال ان انا مش عالم، والازهر ما اشتكنيش، لان انا اشتكيت اللي قال كده. انت ما تعرفش اللي بيني وبين وكيل الازهر. انت تسكت. لا لا لا، ايه اللي اسكت ده؟ انت دخلك ايه؟ يا بيه انت مالكش لازمه اصلا. لا لا لا، صعب والله، مالكش لازمه. مش هينفع كده يا بيه، انت مالكش لازمه اصلا. والله ما هينفع كده. انت بتدلل الاشياء. ده مريض نفسي. انت كافر. يا لهوي يا لهوي، انت اتصلت من 2010 يا جماعه، حرام عليكم. مش كده والله العظيم. انت مريض نفسي. مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع. مش هينفع، مش هينفع. مكانك مستشفى الامراض يا راجل. خلاص يا جماعه، خلاص. مكانك مستشفى الامراض العقليه. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. الحقيقه انا بعتذر اعتذار شديد عما حدث، لان انا ما توقعتوش. يعني انا بقالي اكتر من 20 سنه في الميديا، عمري ما تصورت انه ضيفين يعني يصل الحوار الى هذه الدرجه من التشابك بالايدي وتقاذف وقذف ادوات الاستوديو. يمكن حضراتكم شايفين الازاز اتكسر وكرسي اتكسر وأنا وقعت، وأخوة المصورين تدخلوا لفض الاشتباك. أنا مش عايز ألوم على أحد الأطراف، يعني أنا شخصيا مرهق جدا وجالي هبوط في الضغط. ما توقعتش أنه يعني الموضوع يوصل لدرجة تشابك بالأيدي.